انا دائما انا ولدي في الصداع، ولكن انا ياس في الصداع معاش. علاش ولدي كدير؟ علاش ما كتمشيش تدخل المدرسه؟ يعني لقى واحد تبدل عليه الجو، حتى كتعرف بنادم كيدخل المدرسه مره كيما الناقه كنمشي نسول عليه كنلقاه ما كيدخلش. خرجت لقيت ولدي في الزنقه، قلت له شوف الياس، قلت له الحبيب ديالي هذه المدرسه انا ما بغيتش تقرا فيها، نبدل لك مدرسه اخرى. قال لي ماما انا ما باغيش نقرا، ما غنقراش. قلت له ولدي اذا طالب عليها. انا ما فهمتوش، انا ما نكذبش عليك، يعني من تما بحال ما وليت عنفيه معاه، يعني صافي ما فشلتي مع هذا، يعني نمشيو نديروا واحد التجربه اخرى. درت معاه محاولات واخا الحاله على قد الحال، والحمد لله وصلت معاه حتى البريفي. كان وانا نقول راه نحيده من كرشي ونخلص عليك الفلوس ولدي شهريا، يعني ونديك الحبيب ديالي ونخلص عليك. ما بغاش الولد صافي. من وراها بدا كيشوف الدراري الحومه، ماشي غير هو اللي غنقول لك بدات، يعني طلع على النبي العيال كرهو راه الحومه الا جيتي تخرج على سول شحال من واحد حارقه ما باقين دابا. وانا كنصحهم ما ديروش داكش، انا كنصحهم الله يعطينا العيش الكريم في بلادنا. المهم شبر قال لي الياس لا ماما صافي، ولا العيل كيهرب ليا كيمشي لطنجة، وانا ما كنعرفش بان شني كاين، وكيمشي كيبغي يحرق. انا مشيت للكوميسارية ومشيت قلت لهم ولدي ربع ايام ما بيتش في الدار وانا مخلوعة عليه، وعطيتهم التصويرة ديالو بقاو كيبحثوا عليه، وقلبت على ولدي والكبده ديالي ومشويه المخزن. قال لي ما كنرجع لعندهم كيقولوا لي الا كان شي جديد من عندك جي قولي لينا. المهم المخزن ديالنا ما دار حتى شي حاجه، ولدي تجاب بوحديتو. جا في واحد الحاله يرتلها، جاني مسخ مقرفص مجلتل. انا كأم وقصرت، انا ما عرفتش قلت الشيء اللي خلاتني ما عرفتش، قلت الشيء ضربته، ضربت الكبده ديالي والله يسمح لي منه، عاقبته غوت معاه. دائما في الصداع قدام العائله، دائما الحيحه علاش كدير هكا، انا ماما باغي نمشي، انا باغي ندير، انا باغي ندير، انا كيقول لي انت عندي في الدم ديري اللي ديري. كيقول لي ماما انا راني ما باغيش نبقى نجلس في البلاد. قلت له انت ولدي انت اش عطيتي هاد البلاد؟ قال لي شنو هو كتعطي؟ قلت له انت اش عطيتيها؟ قريتي؟ قلت له اجي نديرو حل، شنو خاصك؟ قال لي ماما بغيتي تشوفيني احسن الناس. قلت له ما كرهتش. قال لي لا بقيت في هاد البلاد غتشوفيني شمكار. سمعوا المسؤولين الشباب ديالنا شنو كيقولوا؟ انا ما قريتو ما خلوتو ما كنهضر في السياسه، ما مشاركه مع شي حزب، ما كيسمعني ولدي كنهضر في السياسه ما والو، راه هذا كيخرج عيلعب. قال لي ماما بغيتي تشوفيني شمكار، بغيتي تشوفيني كل اللي مقطع لحمي، خليني في هذه البلاد. قلت له شنو هو الحل؟ عندي حل واحد ولدي اللي غندير لك باستطاعه، غنعمل لك الباسبور، وانا الباسبور كان عندي مقادي، وقلت له غنجدد الباسبور ديالي. وصبر قلت له انا ما عنديش دابا حاليا امكانيات باش ندير جوج باسبورات مورا بعضهم. قلت له صبر معايا تدريجيا وما تبقاش تمشي دير محاولات الحريق. والله يرضي عليه اسمع مني، جلست بات واخا كيخرج يلعب في الزنقه وكيجي مع الطار شي حاجه الدنيا هانيه. المهم عادي دخلته لسبته بيدي وعدني بانه غيدخل الخيريه وغيقرا في الخيريه، داكشي اللي ما دار اللي ما لقاوش انا زعما غيلقى لي على اساس في السبته. كنسقسي عليه ونبحث عليه، مشيت دخلت واحد النهار الخيريه انا كنبحث عليه كنسقسي يعني ما خصنيش نبان كأم، لانه لا عرفوا عنده العائله ولا شي حاجه حتى كتعرف يقدروا يقولوا له رجع، وانا خصني نساعد ولدي وانا من بعد كنراقبو عن من بعد. وحد الشارة ديالي لولدي راه سهل عليه ربي والله يرضي عليه، الله يسهل عليه، كان معاه سهل عليه ربي. وهو كان كيعيط ليا من التليفون ديالو، وانا ملي كنتوحش الكبده ديالي يعني ما واخا صيفطتو يعني قلبي بقى كيحرقني على ولدي. يعني ملي سولتو داكشي قال لي خالته، نقول لك الصراحه حنا راه ماشي في الخيريه، كندخلوا الخيريه على اساس عا كندوشو ونبدلو وكنرجعو كنمشيو للريسكيو. انا ما عرفتش شنو هي الريسكاج. قال لك لا كيمشيو كي الباطو الرموكات وهذا وهذا. قلت له دوز ليا الياس نهضر معاه ضروري، هضر معايا الياس. قلت له الياس انا صيفطتك الخيريه، ما صيفطتكش اولدي تخشى ليا تحت الرموكات وهذا. قلت له صبر واحد عامين ولا ثلاث سنين غيديروا لك وريقاتك، غتدخل بالسن القانوني وغتدخل لك كلشي، ومنها كتعلم في السبته اللغه. قال لي ماما انا ملي جيت للسبته كتبان ليا اسبانيا، انا السبته بحال باقي في المغرب، يعني خصو يمشي اسبانيا باي طريقه، باي طريقه ولدي خصو يمشي اسبانيا. بدا كيدير المحاولات، جاتني الاخبار ديالو الحمد لله والشكر لله. قلت له ندير جمعيه نتكلف نترون. قلت له انا المهم صيفطتك بالفلوس. قلت له انا خاطري هربانه. قال لي ماما نموت وما نرجعش للمغرب،
وهاد النقطه كنركز عليها ديال نموت وما نرجعش للمغرب. شبابنا كيفضلوا الموت وما يرجعوش لبلادهم. علاش ما يرجعوش لبلادهم؟ حيت ما لقاوش شي حاجه كتفرح في بلادهم. تدريس العنصريه، تطبيب العنصريه، خرجتي من المدرسه خرج للزنقه، ما كاينش واحد الماوى يقويهم. انا كنوجه نداء، ولدي رحمه الله، ولدي مشى عند الله سبحانه وتعالى، واللي غيكون بيه وغيكون بيه حسن مني وحسن من هاد المسؤولين وحسن من اسبانيا وحسن من المانيا وحسن من اي حاجه. ولكن باقي عندنا وليداتنا كيديروا محاولات، باقي عندنا وليداتنا خاصهم حقوق، باقي حنا خاصنا حقوق، باقي بزاف الحوايج. انا ما يجيش شي مسؤول يقول لي العفاريت تماسيح، هادي ما كنعرفهاش. شحال من مسؤول كاين؟ عفاريت كاينين 10 20 30، والمسؤول شحال كاين؟ كاين الاف. شحال من مدينه في المغرب؟ وحنا نرضوا هذوك المسؤولين وكنتوا بالشرفاء وصالحين، شو شحال ديال الشعب غادي يدعمكم؟ وفين هاد العفاريت عباد الله غيغلبونا؟ وفين هاد العفاريت؟ فين هاد الجنون؟ حنا الانس راه اقوى من الجن. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.